العراق مو قرية مفصولة عن العالم، أمريكا موجودة في ألمانيا، في الأردن، في السعودية، في قطر، في كل هاي الدول موجودة، عندها قواعد، عندها مدربين، عندها سفارة، عد ليش العراق يريد يصير يعني مختلف؟ وش إرضاء لإيران يعني مثلا؟ وش قد ألمانيا عندها استقلال بقرارها السياسي؟ يعني ألمانيا واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى بالعالم. لا ما له علاقة بالاقتصاد. وش قد ناس هو يختلف. مو قلت لك ألمانيا أكو عندها قواعد بعد الحرب العالمية الثانية، قواعد موجودة أمريكية، ولكن ماكو يعني مثل ما عندنا وصايا على مصارفنا وعلى فلوسنا وعلى كذا. أمريكا وصية على كل الدولار بالعالم. لا دولار واحد، أنت مو وصي على على الدولار مثل ما هو بدول العالم. هي بالنسبة لها، بالنسبة لنا لا شيء. أي ما أنت تصدر بس شيل يدها. أي ما أنت تصدر دولارك توديه لإيران، فهاي مشكلة عندنا. وين المدي؟ يعني مدي تريلات الإيران لطيارات شنو؟ يعني أخو صار نزلوا بيانات بأنه طائرات تنقل يتم تهريبها عن طريق دول الخليج. يعني استاذ غزوان هاي ما راح تنتهي. هذا هم يقولون تهم الصير فلان، يقول ما اقول ماكو. العراق في منطقه جدا معقده، موقع جغرافي، موقع ايراداته وعائداته الماليه كبيره، صح ممكن ان يكونوا لابد من اتخاذ خطوات. انا شخصيا مع الخطوات اللي يقوم بها الفدرالي بالتعامل مع المصارف العراقيه، انا شخصيا. ليش؟ لضبطها لتنظيمها. ماكو شيء يبقى سائب. ستموت عن تهريب وغير تهريب وكذا. اقول لك روح بهذا الخطوات. روح ماكو اشكال. قيد حركه الدولار. حركه الدولار لا مو بس هاي، حسن اداء المصارف العراقيه بشكل عام في كل المجالات. اقبل منك هذا. بس لا انا ما عندي قرار على اموالي. انا ما عندي قرار على اموالي. يعني بيع نفط لازم انت تدز لي هذا. باشر عقبة طياراتك ما جابت لي دولار، انا ابقى انتي باشر عقبة الدولار يصير ب 3000.